بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب يا شباب، تعالوا نبدأ مع بعض كده، نطبق مع بعض اللعبات الخاصة بالـ CNA Security. طبعا حصل تغيير في الـ CNA Security من المنهج القديم للمنهج الجديد 210 و 260، بس التعديل في اللعبات مش كبير قوي، يعني كل التعديل كان على بعض الأجزاء النظر اللي كانت موجودة. تعالوا نغطي مع بعض الأجزاء اللعبات العملي إن شاء الله اللي موجودة معانا في الكورس. طيب بسم الله، أول حاجة دي معظم اللعبات اللي هنشتغل عليها. اول حاجه هنعرف ازاي ننزل برنامج جي ان اس وبرنامج سيسكو باك تريسر، دي البرامج الفيرشوال اللي هنشتغل عليها او برامج السيميوليشن بتاعتنا. برنامج الفي ام وير اللي هيمثل بالنسبه لنا الاجهزه، ازاي نوصل ما بين الاثنين دول، ما بين الجي ان اس والفي ام وير. طبعا في ناس بتبقى عارفه الكلام ده اوريدي اصلا، عارفه يعني ايه جي ان اس وعارفين يعني ايه في ام وير، بس في ناس بتبقى يا دوبك واخده السن ايه بس وعلى طول عايزه تخش على السكيورتي، فبالتالي هنضطر نبتدي من البدايه نعرف من الاول خلاص يعني ايه جي ان اس، يعني ايه في ام وير، وازاي نقدر نتعامل معاه. بعد كده بقى ده خلاص الجزء الاول، 3 محاضرات دول او اول 3 اجزاء دول، ده جزء تمهيدي بس ازاي هنقدر نشتغل في اللابات. بعد كده بقى يبتدي اللابات الخاصه بالسكيورتي. اول لاب هيبقى خاص ازاي نامن طريقه الدخول على الاجهزه بتاعه سيسكو، مش اي حد يخش على الراوتر بتاعنا، رول بيست اكسس كنترول. اللاب التاني هنقدر نتحكم في الناس اللي تخش عندنا دي، ايه الاوامر بالظبط اللي تقدر تكتبها، مش هسيب الدنيا مفتوحه لاي حد عايز يكتب اي امر يكتب اي امر هو عايزه. يوزنج سي سي بي، ازاي استخدم برنامج سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال، بدل ما اتحكم سي ال اي في الراوتر اللي موجود معايا، لا انا اتحكم جي يو اي، وده هيبقى اسهل معانا، هيسهل عمليه الكونفيجر بالنسبه للناس المبتدئه كتير. خدمه التريبل اي اوثنتيكيشن اوثرايزيشن اكاونتنج، ازاي اعمل اوثنتيكيشن للناس اللي تقدر تخش عندي، واوثرايزيشن اتحكم في الناس دي اديهم صلاحيات معينه، واكاونتنج اعمل ريكورد لكل الاوامر اللي هم بيطبقوها. زوم بيز فاير وول، نبتدي نخش بقى في الجد بقى بتاع السكيورتي، يعني ايه فاير وول، ايه موضوع الفاير وول ده، ازاي اعمل له انستول، ايه الانواع بتاعته. اول نوع منه هناخده ندرسه مع بعض هو زوم بيز فاير وول. تاني نوع هيبقى الاي اس اي فاير وول، ده عباره عن كونفيجر موجود على الراوتر بتاعنا، لكن الاي اس اي فاير وول عباره عن ابلاينس او جهاز مخصوص من سيسكو الناس بتشتغل بيه. بعد كده نخش في ادفانسد شويه، حاجه اسمها في بي ان، معظم الشركات دلوقتي شغاله بيها، وتوبوكس مهم جدا. موضوع الفي بي ان هنعرف انواعه وازاي نتعامل معاه، سواء سايد تو سايد في بي ان او ريموت اكسس في بي ان. بعد كده بقى نرجع للشبكه بتاعتنا الداخليه تاني، ازاي نامن السويتشات اللي موجوده عندنا، ايه انواع الهجوم اللي ممكن الراجل الاتاكر ده يحاول يدخل من خلالها. واخر حاجه راوتينج بروتوكول، ازاي نامن نفسنا من خلالها. اخر حاجه راوتينج بروتوكول اوثنتيكيشن، نامن بقى على مستوى لاير 3 لو الراوترات بتبادل معلوماتها مع بعض، ازاي نامن طريقه التواصل دي. طيب تعال نبتدي مع اول حاجه، ازاي ننزل برنامج الجي ان اس وبرنامج الباكيت تريسر. طبعا برنامج الباكيت تريسر بتاعي الناس كلها عارفين من سي سي ان اي، الناس كلها عارفه ازاي تنزل البرنامج ده. عموما البرنامج هتلاقيه موجود معاكم في التولز. طبعا دي الملفات بتاع سي سي ان اي سكيورتي اللي موجوده معانا، او ممكن نعمل سيرش على النت هنلاقيها عادي. ده برنامج سيسكو باكيت تريسر، اهوت بتعمل له انستول عادي زي اي برنامج موجود معاك. نكست 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 عادي. ده فيرجن انا منزلها فيرجن 6.2، دي خاصه بالسكيورتي شويه، فيها بعض الاجهزه الخاصه بالسكيورتي زي الاي اس اي فاير وول. تمام، ده برنامج الباك تريس. ثواني يخلص. تمام اوكي، هذا البرنامج بتاعنا اهوت اشتغل خلاص زي ما اتفقنا، دي فيرجن 6.2. تمام، ده يعتبر هو ده الجهاز الزياده اللي فيه، الجهاز اللي هو بتاع السكيورتي ده، ممكن يبقى نتعامل معاه في اللاب بتاع الاي اس اي فايرول. تمام، ده كده بالنسبه للباكيت تريس، مش هطول فيه الكلام كتير لان معظم الناس عارفاه. ندخل على البرنامج التاني، ده الباكيت تريسر خلاص، برنامج الجي ان اس، وده الاهم بالنسبه لنا بقى، ده في الماتيريال اللي موجوده معانا. برنامج الجي ان اس اهوت، ادي البرنامج جي ان اس فيرجن 6.8.6، ممكن تعمل لها انستول. عادي برضو زي اي برنامج، نكست، علم بس على ديك كده وانت شغال. سوبر بوتي ديك هنحتاجها ان شاء الله واحنا بنعمل كونفيجريشن. انستول
تمام. هو بس كان البرنامج ده كان نازل عندي قبل كده اصلا. انا كنسلت برنامج الوير شارك لان كده كده برضه اوريدي هو كان نازل. طبعا الرسالتين اللي فاتت دول مش هيظهر معاك كنت شغال ان شاء الله. تمام. خلاص مجرد ما يجي يطلب منك الايميل بقى عادي، عايز تكتب الايميل بتاعك وتشترك معاهم مفيش مشكلة، عايز تكنسل عادي بقى والبرنامج نزل خلاص. طيب كده برنامج جي ان ان استغفر، انت مش معاك البرنامج نسخة البرنامج دي عادي خش على الموقع بتاعهم jns3.com، في فيرجن جديدة نازلة دلوقتي اللي هي فيرجن 1.3، دي الفيرجن الجديدة اللي موجودة لسه منزلها دلوقتي. بس عموما انا بتعامل مع النسخة ديت وستيبل معايا وكويسة. طيب تعال نشوف بقى ازاي نتعامل مع برنامج جي ان اس ده نفسه. ادي برنامج جي ان اس نزل خلاص اهوت. تمام. طبعا ما بقولك في نسخة جديدة موجودة عايز تنزلها من الموقع قول له يس وتنزل النسخة الجديدة، بس انا هشتغل بالنسخة دي عادي. اول ما البرنامج بينزل بيطلب منك الثلاث حاجات دول. اول حاجة عايز يعرف المسار بتاع الاي او اس بتاعتنا بتاع الاوبريتنج سيستم بتاعتنا فين، عايز يعمل تشيك على برنامج داينامابس يا ترى موجود ولا لا وقادر يتواصل معاه ولا لا، عايز يعمل تضيف له الاي او اس اللي موجوده وتطبق عليها حاجه اسمها الايدال بي سي. تعال شوف الكلام ده عن ايه. اول حاجه بنحدد المسار للاي او اس. ايه موضوع الاي او اس ده؟ ده الاوبريتنج سيستم نفسه، الاوبريتنج سيستم بتاع الراوتر اللي هتشتغل عليه، فلازم يكون معاك اي او اس تقدر تشتغل بيه. هتلاقيها برده في الفولدر بتاعنا الخاص بالجي ان اس اي او اس، هتلاقي كذا اي او اس موجود ممكن تشتغل على اي سيريز منهم عادي، بس انا افضل 7200 فيها الفيتشر بتاعت السكيورتي كلها. طب اجيبها منين؟ يا اما من هنا من الفولدر يا اما سيرش بقى على النت هتلاقيها موجوده كتير في موقع كتير رفعوها يعني. طيب تعال نضيفها هنا رقم واحد اوبريتنج سيستم اي او اس براوس، هنحدد له المكان بتاعها موجود فين. هي موجوده عندي هنا في الدي جي ان اس اي او اس، ده المكان بتاعها. اوكي. طيب الخطوة التانية بيحدد المسار للداينامابس، كل عليك بس بتختار كلمة تيست وتستنى هنا تشوف يا ترى هيعرف يتصل مع البرنامج ولا لأ. تمام سكسسفولي. تمام مفيش مشكلة. آخر خطوة بقى بنضيف الاي او اس بتاعتنا براوس، كنت فتح لك المسار على طول انت كنت مشاور له عليه، انا هشاور على اي او اس 7200. اوكي نو سيف كده مسيف كده اي حاجه دلوقتي. اي راوتر هقدر اضيفه دلوقتي هقدر اضيف الراوتر اللي هو سيريز 7200 ده. ايه تاني اللي موجود هنا؟ هنا وورنينج اي دي ال بي سي، هنشوف ايه موضوع الاي دي ال بي سي ده. احنا عملنا سيف خلاص كلوز. اوكي لو جينا نفتح بقى موضوع الراوترات دلوقتي مفيش ولا سيريز من الراوترات شغاله غير راوتر بس كام 7200 بس، لان ده اللي انا ضفت له الاي او اس بتاعه. طب عايز اشغل الراوتر 3700 او 3600 او 2600 خلاص مفيش مشكله، زود الاي او اس بتاعتهم وخلاص. طب وانا ينفع ازود بعد ما خرجت من القائمه الرئيسيه؟ اه عادي، من قائمه ادت اي او اس براوس هيشاور لك برضه على المسار اللي انت كنت مشاور له عليه في مكان في المسار بتاع الاي او اس بتاعك. هتختار مثلا 2600 مثلا. اوكي بقى كده الراوترين دول 2600 و 7200 اقدر اتعامل معاهم عادي. طيب ازاي بقى اضيف؟ طبعا ده هنا الراوترز اللي موجوده ودي السويتشات وده الاند ديفايس الهوست بتاعنا ودي اجهزه الفايرول ودي تجميع مجمع لك الاجهزه كلهم الثلاثه اللي فوق دول مجمعهم لك ودي اللينكات بتاعتنا اللي بنضيف منها الكيبلز. تمام ده شكل الواجهه الرسوميه كده. اول حاجه الشكل كده بتاع مين؟ برنامج جي ان اس. طيب طب تعالى كده نقفله ونفتحه تاني. انا برنامج جي ان اس اهوت، مش عايزين بقى دي تظهر خلاص. طيب بروجكت نيم هنسميه مثلا سكيورتي لاب مثلا. طبعا ده المكان اللي هيتسيب فيه البروجكت بتاعك بحيث ما تحب ترجع له مره تانية.
اوكي. طيب هنا مثلا نحط راوتر اهوت، ازاي نقدر نتعامل مع الاجهزة ديت. ادي الراوتر الاولاني، ادي الراوتر التاني، وادي مثلا كفاية تو سايت، راوتر واحد وراوتر اتنين. تمام كده. وادي سويتش، وهذا سويتش كمان، وهذا انديوزر. تمام. نقفل شاشة الكونسول اللي تحت دي، مش عايزها. هنطلع دول فوق شوية كده. ادي الرسمة بتاعتي. طب عايز اوصل الكابلات، بص كده لو جينا نوصل الراوتر، قالك حاجة اسمها نو انترفيس افيلابل، يعني بيقول لك الانترفيس ده جاي فاضي، ما فيش فيه اي انترفيسز اصلا، هتوصل ايه؟ طيب يعني معنى كده الراوتر ده ما فيهوش اي سلوت خالص، فهنضطر نزود له احنا الموديولز بتاعتنا. دبل كليك كده عليه سلوت، هتلاقي في حاجة اسمها سلوت زيرو، سلوت واحد، سلوت اتنين، وهكذا. كل سلوت بتشيل عدد من الكروت. سلوت زيرو ممكن اختار فيها بورت واحد فاست ايثر، او اتنين فاست ايثر، او جيجي ايثر، او اي حاجة انت عايزها. انا هختار مثلا اتنين فاست، فكده سلوت زيرو كده المكان الاولاني في الراوتر بقى فيه اتنين بورت فاست ايثر. وبص كده انا عملت اوكي وجيت اوصل، قال لي في اف زيرو على زيرو واف زيرو على واحد، بقى فيه اتنين بورت كده. طب انا عايز اكتر، مفيش مشكلة، دبل كليك تاني سلوت ده كده خلاص ما عادش ينفع تزود فيه هنا. طب بيقول لي طب في سلوت رقم واحد ممكن يشيل الكروت دي كلها، انت عايز ايه؟ ده ممكن يزود واحد فاست، او ده اتنين فاست، او واحد جيجا. تمام كده. او انترفيس سريال زي ما انت عايز. طب هنقول له مثلا اتنين فاست كمان، تعال نشاور كده. لو ملاحظ في زيرو على زيرو في زيرو على واحد، زيرو الاولانية دي رقم السلوت، تمام، وزيرو التانية رقم البورت جوه السلوت بتاعت، في زيرو على زيرو وزيرو على واحد، وبقى في كمان واحد على زيرو وواحد على واحد، واحد هنا اللي هي السلوت رقم واحد. تمام. طب عايز ازود سريال، مفيش مشاكل، سلوت تاني سريال 4T، 4T ده يدينا 4 انترفيس سريع. لو تلاحظ بدأ من S2 لأن ده في السلوت رقم 2، S2 على 0 على 1 على 2 على 3. طيب لو جينا نوصل مثلا F0 على 0 بالسويتش، السويتش على طول شغال، يعني هتوصل بيه على طول، مش هزود له سلوت ولا حاجة. تمام. كابل كمان وهنوصل بالجهاز. طبعا توصيل الجهاز ده ليه جزء تاني. تمام كده. هيبقى في اللاب اللي جاي ان شاء الله بنعرف يعني ايه في ام وير وازاي نوصله، بس عموما دلوقتي هوصله حاجه لوكال كده داخليه وخلاص. طبعا الجهاز ده دلوقتي منظر بس، مش هقدر اعمل منه حاجه. طيب اما اجي اوصل بقى هناك بالراوتر اللي هناك برضو، قال لي برضو ايه، نو انترفيسز افيلابل، فهضطر هو كمان ازود له، دبل كليك عليه، اتنين فاست ايثر واربعه سريال. اوكي، فاست ايثر السويتش، ومن السويتش للجهاز بتاعنا. تمام. عايز اوصل الراوترين ببعض، مفيش مشكله، ادي سريال بسريال. طيب عايز اعرف اسم البورت بتاعي. تمام كده. عايز مثلا هنا البورت ده اسمه ايه، هناك في الباكت تريس كنا بنقف بس كده بين اسمه، هنا برضو بين اسمه، قال لك لينك ار 1 اف 0 على 0 رايح للسويتش بورت رقم 1، وهنا لينك ار 1 في اسمه اس 2 على 0 وار 2 اسمه اس 1 على 0. طيب انا مش عايز حركه زي كده، عايزهم يفضلوا مكتوبين. شايف ده اي بي سي ديت، بيقول لك شو اور هايد انترفيس ليبل، لو ضغطنا عليها ادي اف 0 على 0 وادي اس 2 على 0، ادي الاسامي ظهرت اهي. ظهر هنا شويه كلام كده مالناش دعوه بيه، شيله، مش هيفيدني في حاجه دلوقتي. تمام. ده كده عرفنا كده ازاي نرسم توبولوجي كده على الباك على الجي ان اس. طيب عايز بقى اشتغل على الراوترات والسويتشات بتاعتنا. طبعا السويتشات في الجي ان اس هنا لغايه دلوقتي ملهاش اي كونفيجريشن، تمام، ما اقدرش اعمل عليها كونفيجر حاليا يعني. طيب الراوترات بقى هي دي بتاعتنا احنا اللي احنا نقدر نتعامل معاها. طب عايز اشغلها، كليك يمين الاول واقول له ستارت، ممكن اعمل لها ستارت من هنا او من هنا، بس ستارت هنا هعمل ستارت لكل الراوترات اللي موجوده في الشبكه او في التوبولوجي اللي انا رسمها، لكن كليك يمين وستارت يبقى انا بشغل ده بس. تمام. بس قبل ما اعمل ستارت كده عايزك تلاحظ حاجه، هات التاسك مانجر كده وشوف لي البرفورمانس بتاع الجهاز بتاعي. هنا البرفورمانس بتاعي 9% 11%، الدنيا بسيطة يعني. بص كده أول ما أشغل الراوتر، أنا الراوتر الأولاني شايف السي بي يو بتاعي، البروسيسور بتاعي بدأ يعمل إيه؟
تمام كده بدأ يطلع ل40% اهوت 39 37 ده راوتر واحد بس اللي اشتغل. تمام تخيل كده لو شغلت الراوتر تاني كمان صوت المروحة بتاعة الجهاز العلد اشتغل، شاف البروسيسور بتاعي كده. طبعا تخيل كده في راوترين بس، تخيل في لابات قدام شوية نحط مثلا 4 راوترات 5 راوترات ولا حاجة، نرزم تقول جي أعلى. طبعا البروسيسور مش هيستحمل حاجة زي كده. طب حل الموضوع ده ايه؟ اتعامل مع مشكلة زي دي ازاي؟ في الأول سيبهم، سيب الراوترات اما تفتح خالص. انا هطفي ده دلوقتي، سيب أول افتح راوتر واحد بس 39 اهوت. طيب كليك يمين عليه كده واقول له كونسول عشان يفتح معايا. تمام كده الراوتر فتح اهو. تمام كده اول ما تتاكد ان الراوتر فتح معاك كونسول كده خلاص الراوتر اشتغل اهو. تمام خد بالك احنا لسه البروسيسور بتاعنا برضه عالي، فاروح اعمل عليه حاجه اسمها كليك يمين كده واقول له حاجه اسمها ايدل بي سي. هنا الايدل بي سي الكلمه اللي انا هختارها دلوقتي هتخلي البروسيسور يهدى تاني شوية زي ما كان، ما يبقاش القيمة بتاعته عالية أوي كده. طيب هو حسب كذا قيمة اختار مين؟ هو قالك أفضل قيمة اللي جنبها علامة الستار دي، فالمفروض أفضل قيمة اللي هي دي أو دي. تمام كده، أو لو ملقتش، أو افرض ملقتش حاجة جنبها ستار، بص على الأرقام اللي في الجنب دي واختار أعلى رقم. أعلى رقم عندك هنا كام؟ في 60 أهو، 57، هات 60. أوكي وجرب شوف الدنيا نقصت عندك ولا لا. لو بصيت كده اه تمام، رجعت تاني 12% 13% بعد ما كنت حاجة واربعين، الدنيا عندي نقصت تاني خلاص اهي، فكده كويس. تمام يبقى النسبة دي كويس. افرض برضو لقيتها لسه عالية، خلاص ارجع احسبها تاني، ارجع احسب القيمة بتاعتك مرة تانية. طيب تعالى نشغل الراوتر التاني بقى كده ستارت. لو تلاحظ القيمة رجعت علت مرة تانية عندي، بقت 41% و39% اهيت. بس ما تقلقش هي شوية بس عم الراوتر تاني هيقوم وهتلاقي القيمة نقصت تاني عادي مفيش أي مشاكل. تعالى كده نشوف الراوتر بتاعنا اشتغل ولا لأ. كليك يمين كده ونقول له كونسول. انت ده ار واحد شغال لكن ار اتنين لسه بيقوم. طول ما هو لسه بيقوم كده هتلاقي البروسيسور بتاعي عالي. كده الراوتر اتنين اشتغل اهوت، المفروض البروسيس بتاعه تنقص بقى دلوقتي. تمام رجعت تاني صغر التاني. تمام كده 16% و20% فالدنيا رجعت تاني بسيطة. ممكن بقى بعد كده احط اي راوترات زي ما انا عايز بقى. النسبة بتاعتي المفروض النسبة بتاعتك ما تزيدش عن 40% مثلا او 50% بالكتير يعني. تمام فكده خلاص الحمد لله الجهاز بتاعي دلوقتي البروسيسور بتاعه كويس، اقدر اشتغل عليه عادي مفيش اي مشاكل. تمام كده اول الراوترات بتاعتي شغالة مفيش فيها اي مشكلة. لو حبيت بقى تكتب اي حاجة على الشبكة بتاعتك هنا النوتس اهيت. لو عايز تكتب مثلا ده رينج الشبكة بتاعي يبقى 192 168 10 /24. دي مثلا هتكون الشبكة 192 168 20 /24. الشبكة اللي فوق مثلا 200 110 /24. مفيش اي مشاكل بقى اكتب هنا عادي. عايز تحط بقى شكل زي ده كده بحيث ان ده السايت مثلا الاولاني تمام وده السايت التاني. براحتك بقى غير في الشكل بتاعك زي ما انت عايز بقى. تمام طب اما تحب تعمل بقى كونفيجر للراوتر او السويتش هتعمله ازاي؟ اتفقنا للسويتشات معلهاش كونفيجريشن، هتسيبها على الديفولت كده. طب على الراوتر كل اللي مطلوب منك بس كليك يمين وتعمل حاجه اسمها كونسول او دبل كليك بس عليه. دبل كليك على الراوتر هيفتح معاك. تمام طيب طبعا لو فتح نفستين الار واحد لان كنت فاتحه قبل كده هقفل واحده. تمام ادي ار واحده.
خش بقى اتعامل عادي خالص زي ما كنت بتعمل في السي سي ان اي او في الباك التريسر عادي خالص. كونفيجر تيرمينال بقى تمام، ده موديل البريفليج. دخلنا كده على موديل كونفيجريشن، عايزين ندي اي بي الانترفيس، انترفيس فاست 0 على 0، اي بي ادرس 192.168.1.1، وده السبنت ماسك بتاعنا اهوت. طيب المفروض بعد كده بنكتب نو شت داون عشان افتح البورت بتاعي. في ناس بقى بتتلخبط من حاجه، قال لك ما البورت اخضر اصلا اهو منور اهو، يعني هو معنى كده ان هو مفتوح مش محتاج منك امر نو شت داون. خد بالك من حاجه بقى، في الباك تريسر مكان لونه اخضر كده ده معناه ان البورت مفتوح، يعني مش محتاج منك نو شت داون ولا حاجه. لكن هنا في الجي ان اس معنى ان البورت اخضر هنا معناه ان الكابل بتاعك واصل، ده مش معناه ان البورت شغال. يعني معنى كده الكلام ده اللي اف 0 على 0 ده داون، داون دلوقتي حالته ادمنستريفلي داون. طب ايه اللي ياكد لي حاجه زي كده؟ نرجع بقى لاول شو اللي خدناه في الان اي، شو اي بي انترفيس بريف هنا امر شو انترفيس اهو، انترفيس فاست 0 على 0 واخد اي بي بس حالته لسه ايه داون، مع انه اخضر اهو بس داون برضه. طب ازاي افتحه؟ خلاص عادي بقى زي ما انت اتعودت نشط داون كده. المفروض الرساله تطلع دلوقتي يقول لك الانترفيس تمام، حصل تغيير في حاله اللينك بتاعتك، الانترفيس بقت حالته ايه اب. طيب اتاكد شو اي بي انترفيس بريف تاني، تمام الانترفيس كده بقى شغال تمام. وهكذا تقدر بقى تتعامل بقى مع اي اوامر بقى انت كنت درستها في ان ايه، تقدر تطبقها هنا على الباك تريسر عادي خالص بقى. بوست نيم ده الفرع بتاع المنصوره، مفيش اي مشاكل تمام. طيب ده كده كان في الفيديو البسيط ده، كنا بنعرف بس ازاي نتعامل مع برنامج جي ان اس ده من ناحيه البيزك كونفيجر بتاعته وتصميم التوبولوجي عليه، ازاي نصممها، ازاي نقدر نضيف الاي او اس عليه تمام. في اي وقت تقدر تضيف الاي او اس تاني بقى، اديت واي او اس ايمج، وتضيف الاي او اس بتاعتك عادي خالص تمام كده. من هنا براوس وبتضيف تشاور على الاي او اس اللي انت محتاجها هتشتغل معاك عادي. وليكن مثلا 3700 سيف، ده كده بقى روتر 3700 كمان معانا تمام. طيب هو عرفنا، ما تنساش موضوع الاي دي ال بي سي، لو لقيت البروسيسور بتاعك الدنيا بتاعته علت تمام كده، ما تنساش انت تروح تعمل كليك يمين وتختار اي دي ال بي سي وتختار اعلى قيمه موجوده. ما نفعتش طبق الامر تاني واختار برضو اعلى قيمه موجوده لغايه ما يظبط معاك. طبعا مش في كل مره هتعمل لما تعمل كده، لا هي في اول مره بس لغايه ما بتظبط معاك وخلاص. طيب اخر حاجه بقى زي نسيف الكونفيجريشن بتاعتنا، عشان نحفظ الكونفيجريشن المفروض في امر اسمه رايت، صح كده؟ لو تفتكروا رايت ده او الكابل مرنم للستارت اب ده اللي بيحفظ الكونفيجريشن بتاعتنا. طب هنا سيفها ازاي؟ عادي بقى فايل سيف بروجكت عادي، انت شغال جي يو اي دلوقتي كده البروجكت سيف. طب تسيف فين؟ عمله سيف فين؟ في المسار. مش هو اول ما فتحت البرنامج قال لك انت هتسميه ايه؟ هتسمي الملف بتاعك ايه وهتحفظه فين؟ فهو خلاص هو كده اتحفظ في المسار بتاعك، حبيت تجيبه عادي مفيش اي مشكله. طيب ده كده بالنسبه لبرنامج جي ان اس تمام. تعالي كده خلاص كفايه على برنامج جي ان اس، مش محتاجين منه حاجات اكتر من كده. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو التاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.